حيشوف الشياح التي تستهدفه دبابات النظام والطيران والهاونات الغازات التي تنهار على هذا الحي. كما نرى حي قد أصبح سكن للأشباح. دمار ليس من بعد دمار، حتى البنية التحتية التي تنتسب في أسباب الكهرباء والمياه، كل شيء يتدمر وكل شيء يتعرض للحريق. فأما أن نتفاجأ بأن يوجد بداخل هذا الحي رغم ما أصابه ورغم ما يصيبه من قصف عوائل داخل المنازل يحتمون من هذا القصف الذي لن يرحمها شيء، لن يحترمها شيء. هذا هو حال حي جورج شياح مع هذا النظام المجرم.